بالنسبه للعدل او البيع بالايجار، ولايه دونك بسيدي بلعباس عندنا 502 الان، كنت هي في 530 في بالي، الان اصبحت 502، راح يتم توزيعها ان شاء الله في نوفمبر هذا على مستحقيها، بالاضافه الى 1080 في الصيغ المختلفه، البيا 2 البيا 1، اعانات ريفيه، تحسيصات اجتماعيه، ان شاء الله في 1 نوفمبر راح يكون توزيع حوالي 1300 1400 في هذه الحدود. طلبات ضخمه جدا، يعني فقط على مستوى بلديه سيدي بلعباس كما خبرت السيده الدائره 26000 ملف. باش نغربلوا باش نوزعوا مثلا 500 سكن هذه الموجوده امام ايدينا بين ايدينا ربما في القريب المتوسط، مش بالامر الهين.